كلمات اسعدت كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان، لكن اللي هيسعدكم اكتر تسمعوا الكابتن خالد الحدي. مساء الخير يا كابتن، واهلا بيك كابتن خالد الحدي. مساء الخير، مساء النور عليك استاذ ابراهيم، استاذ عدلي، ولكل مشاهدي قناه الاهلي ولكل مشاهديكم في الوطن العربي. سعدتني جدا هذه المداخله، وانا سعيد جدا بالتواجد معاكم في البرنامج. لا انت اللي اسعدتنا الحقيقه. انا عدلي القيعي لسه كنت بقول للاستاذ ابراهيم قبل ما تتفضل وتشرفنا في هذه المداخله، يعني هذه العفويه وهذا الربط البسيط الجميل يعني اللي فيه معاني جامده جدا بين الفن والرياضه وما يقدمه الاهلي من يعني انا كنت بقول انك لخصت تاريخ السينما من خلال النادي الاهلي في لحظات. يعني صحيح، أنا في البداية أستاذ عدلي يعني خلينا نتكلم بصراحة، يعني كانت أحد أمنياتي أني أعلق للنادي الأهلي. أولا لشعبيته الكبيرة، أولا لقيمته الكبيرة في الإرث الكروي العربي بشكل عام، بتاريخه الطويل على مدى السنوات الماضية. شرف لأي معلق يعلق حقيقة للنادي الأهلي، وجاتني الفرصة حقيقة من ذهب ممكن قنوات الكاس، وسعدتني جدا اني اعلق على هذا الكيان الكبير. امر اخر يمكن من خلال الماتش، المباراه اللي شهدناها مع نهضه بركان المغربي، يمكن انتم تابعتوا، ونكون صادقين انه يعني الاهلي سبحان الله من الانديه القليله في العالم اللي البطولات تعشقها، البطولات هي اللي تنال شرف انه يحملها النادي الاهلي. يمكن في العالم تشوفون في ريال مدريد مثلا كوجهه عالميه، عندنا الاهلي في الوطن العربي، عندنا ايضا كذلك ممكن الهلال السعودي. هي الانديه هذه سبحان الله جاذبه للبطولات، لتاريخها اللي ما تحمله، وتتشرف البطولات انه تكون من نصيب هذه الانديه. بخصوص يمكن المقاطع اللي انتشرت، يعني خصوصا انا اللي اثر فيني مقطع الكابتن محمود الخطيب، وهذا الارث اللي يحمله كلاعب 20 بطوله مع النادي الاهلي، غير كذلك انه هو اليوم كرئيس يصل الى البطوله الثانيه تقريبا مع النادي الاهلي، وكانت ممكن بطوله السوبر اللي لم تنال شرف انه يكون محمود الخطيب كرئيس للنادي الاهلي حاضر وموجود، وسبحان الله حضرت. واعتقد انه يمكن سمعتوا انه في البعض كان يريد ان يؤول لقطة تتويجه وتوشيحه بميداليات اللاعبين، لكن اللي ينظر بعين مشرقة، اللي ينظر بفكر كبير، يشوف انه اللعيبة حاسة جدا بقيمة هذه البطولة، بقيمة هذا النجم الكبير، وقاموا يعني تتويجه بهذا الذهب الكثير، وهو يستحق واكثر، الكابتن محمود الخطيب، ودمعة عيناه حقيقة بتتويج اللاعبين. لو كانت لفتة جميلة جدا من لاعبة الأهلي تقديرا لهذا الرئيس، تقديرا لهذا النجم، لهذا التاريخ في كرة النادي الأهلي. كابتن خالد، يعني وانت اخ بحريني شقيق وتعمل في قنوات الكاس القطرية وملم بالتفاصيل الخريطة الرياضية العربية، انت شايف تأثير الأهلي في المحيط العربي ازاي؟ والله مهما قلت استاذ عدلي، اعتقد انه راح اكون مقصر في تاريخ الاهلي. انا على فكره المقطع تبع السينما المصريه، انا عاشق جدا للسينما المصريه، انا متيم جدا بالفن المصري. لا ده واضح. يعني من ايام افلام الابيض والاسود كنت اتابع، فانت عارف يعني في اشياء ممكن اقولها البعض يزعل منها، لكن كنا نشوفها وحاضرة. أولا في عدد كبير من الأفلام المصرية حملت وعنونت النادي الأهلي، ودائما ما يكون حاضر موجود، غير أنه أحيانا في اللوكيشنات في الأفلام المصرية ممكن أنت تشوفه، غير من المشاهدين الكثير يشوفون أحيانا على الجدران مكتوب الأهلي عمهم الأهلي، عارفون هذه صحيح. الكلمات اللي تكون موجودة حقيقة، وكثير من الأفلام يعني تكون حاضرة وموجودة. فهذا ارتباط الأهلي بهذا الموروث السينمائي لا يمكن ان تفصله، وخاصه انه الاهلي يقدم فن على ارضيه المسعود، غير ذلك انه
ايضا لو تبحث في سيرته تشوف انه صالح سليم الله يرحمه الممثل واللاعب الكبير، حتى من افلام الباب المفتوح انه ذكرته انا الكلمات اللي ذكرتها عن النادي الاهلي. فهذا الارتباط خلاني اروح في هذا الحته في هذا الجانب، واني اتكلم عن افضل واجود واجمل الافلام المصريه اللي بالفعل تواكب ما يفعل الاهلي ضمن تاريخه في السنوات الماضيه. لكن بالفعل تاثير الاهلي تاثير كبير، عرفنا منه نجوم كثار، يرفع راس العرب في كل مكان يشارك فيه، حتى في بطوله كاس العالم اللي كانت في الدوحه قدم اداء مشرف جدا، نجوم كثير عرفناها من النادي الاهلي، حب الجمهور، تعلمنا كثير كثير من النادي الاهلي على مستوى الاداره، على مستوى الثبات في السنوات الماضيه. تشوف عدد كبير من الانديه للاسف تظهر لك في سنه في سنتين في ثلاث، لكن انا ارى انه جمهور الاهلي محظوظ بالنادي الاهلي، انه دائما سبحان الله نقول خمسه وخميس مثل ما تقولون، انه في كل سنه في كل مناسبه في كل عقد يكون هناك بطولات وانجازات لهذا النادي. يعني الحقيقه مؤكد، يعني احنا كمان يعني لازم نقول لك انك انت انفرد، محدش غيرك ربط هذا الربط العبقري البسيط الصادق بين القوى الناعمه الفن والرياضه وبهذه العفويه وهذه التلقائيه. الحقيقه يعني انا يعني سعيد جدا باني شفت التجربه البسيطه دي اللي انت قدمتها، ودي خلاص اتكتبت باسمك بقى، ما حدش يقدر خلاص دي كده انتاج خالد الحدي. حبيبي والله 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 هو شرف شرف لي في المقام الاول انه اعلق للاهلي. كنت اتمنى من فتره طويله من زمان انه اعلق لهذا النادي الكبير، لانه هو اللي يرفعك هذا النادي. سبحان الله في بعض الانديه لما تعلق انت تحس بالفخر، تحس احيانا بالانتماء لهذا التاريخ لا اراديا سبحان الله. يعني هو الموضوع يجي مثل ما يقولون رباني. لذلك حتى على مستوى الفن المصري، على مستوى الممثلين المصريين، تشوف عدد منهم كبير جدا انه اول اهتماماته يكون الاهلي، واول اهتماماته في حب للنادي الاهلي، وعلى راسه يمكن نشوف الفتره الاخيره يمكن رامز جلال من الممثلين اللي يعني ينتقم من كل ضيوفه بسبب النادي الاهلي وحب النادي الاهلي. فهذا بيخلص منهم لما حد يلاقيه مش اهلاوي يقول لك انا بعمل فيه المقلب زياده. يعني احنا طبعا امر جميل. طيب عندك تعليق على المباراه يا كابتن خالد اللي انت ما قلتهوش كمعلق؟ انا في المباراه حقيقه بيني وبين نفسي يعني يمكن بعد ما شفت الشوط الاول سبحان الله، يعني كان الاهلي ما كان في حالته الطبيعيه في الشوط الاول، ونهضه بركان كان هو الافضل فنيا يمكن في الشوط الاول. يعني الاهلي ممكن يعطيك 45 دقيقه بس بعدها يفوق مثل ما يقولوا بالمصري. يعني هو اعطاك ال 45 دقيقه وقال لك يلا تفضل، بعدها الامور تغيرت، الشكل تغير، التبديلات عملت لها شغل في الشوط الثاني، وحسيت انه حتى يعني بعد ما انتهى الشوط الاول وما سجل نهضه بركان قلت الامور قد حسمت بشكل كبير بالنسبه للنادي الاهلي. حتى الجماهير الاهلاويه اللي حضرت المباراه سبحان الله كان في لقاءات كثيره بينه وبين مراسلينه في القناه، كانوا يتحدثون بثقه كبيره جدا انه الاهلي راح يفوز بهدفين مقابل لا شيء، وهذا اللي اللي اللي, اللي حقيقه صار. لكن في شغله انا 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 لاحظت انه يعني سبحان الله الفرح ينشر. يعني احنا عندنا في الدوحه هذه الزياره الثانيه للاهلي، الدوحه بتنور مثل ما يقولون. يعني الكل يكون سعيد، الكل يكون فرحان بعد تتويج الاهلي، حاله من النشوه تكون حاضره، وتحس انه الكل اهلاوي في لحظه تواجد الاهلي. يعني بلغه المسرح بقى هحاول اقلدك شويه، يعني هي وجهه نظر تحترم، وفي النهايه لازم نقول لك سكه السلامه. اديك اثرت في المهندس عادل. وانا اقول لكم سكه العاشره يا رب يا رب ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا كابتن خالد. الله يخليك. شكرا، متواصلين في الخير دايما ان شاء الله. شكرا جزيلا للمعلق البحريني المتالق خالد الحدي، واحد من المعلقين الحياه اللي ارتبطوا مع وجدان الجماهير بعفوية وصدق.
كبار جدا. لا راح لحته ما حدش غيره عملها السوبر الحقيقه. اه يعني هو الافيه اللي عمله ده لا يكتب اسمه، وحتى تفاعله في لحظه الميداليات وتتويج الكابتن خطيب بيها، وهو بعفويه شديده جدا، والله انت اللي تتاجل دهب، والله انت اللي تتاجل بالدهب. طب هي دي العفويه.